بتروح لكريم. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل امير، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا. طمنا يا كريم، الاخبار عندك ايه؟ اخبار مطمئنه كلها يا امير، الحمد لله. متابعتنا للتدريبات كلها الحمد لله حماس تركيز كبير جدا لمباراه السوبر اكيد النادي الاهلي ونادي الزمالك على استاد برج العرب، مباراه ليها حسابات كونها بطوله السوبر وكونها ايضا كمان مباراه نادي الزمالك، حسابات خاصه ولا حسابات خاصه تحديدا مع لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، اللي اكيد ان شاء الله يا امير باذن الله يكون النادي الاهلي موفق، تكون بطوله تحت اسم المدير الفني الجديد مستر بايلر باذن الله، اللي بيقوم بدور كبير من خلال متابعتنا المستمره للتدريبات. الحقيقه يمكن كل حاجه، كل تدريب، كل الامور الخاصه بالجانب النفسي، الحاجات النفسيه، الحاجات الفرديه بيتعامل فيها بشكل كبير جدا مع اللاعبين، بيحاول ان هو يحضر كافه اللاعبين، كل لعيب لابد يكون ليه دور، وبياكد على هذا الامر، بيقول كل اللعيبه لازم تكون جاهزه. هو يمكن بيحاول يفصل شويه امير اللعيبه اللي بتركز في الاول، اللعيبه بشكل عام اللي بيكون عليها التركيز في التدريبات او المباريات، واللعيبه اللي ما بقاش ليها دور كبير او بيبقى فيه استعانه بسيطه بيحاول ان هو يكون ليهم دور بس بعيدا شويه عن الفريق. ده يمكن رؤيه وبتبقى رؤيه مهمه، لان الراجل عايز يفرض مزيد من التركيز، عايز يحفظ كل لعيب فكره في التدريبات. النهارده يمكن تدريب كان في جرعات تدريبيه كلها تكتيك بشكل كبير جدا امير، الراجل مركز على التصويب، مركز على الضغط بشكل كبير جدا وسط الملعب، كل يمكن خمس دقائق او 10 دقائق في التقسيمه بيحاول ان هو يكون في ايقاف للتقسيمه، يشرح التعليمات، التحركات، سرعه الارتداد، تصحيح الاخطاء كمان لمباراه كان سبورت المباراه الاخيره لفريق النادي الاهلي، وفي استيعاب كبير للاعبين وفي جديه وفي تركيز، لان هدف اكيد بالنسبه لنا هي مباراه السوبر ان شاء الله تكون انطلاقه جيده في وجود جمهورنا، جمهور النادي الاهلي، اللي اكيد بنحيي وزاره الداخليه، مديريه امن الاسكندريه، اتحاد الكره على سرعه استجابه، وجود 5000 مشجع للنادي الاهلي و5000 لنادي الزمالك. المباراه بدون جمهور كانت هتبقى صعبه جدا لانها مباراه السوبر، لكن ان شاء الله باذن الله ثقات كبيره في جمهور النادي الاهلي، يكونوا مساندين، يكونوا مدعمين، تركيز، تحفيز، التركيز يكون فقط لتشجيع لعيبه النادي الاهلي. عايز كمان اكد لك على رامي ربيعه امير اللي انت ذكرته من لحظات، بيعلن جاهزيته بشكل كبير جدا رامي ربيعه، وليه فرصه كبيره في مباراه السوبر، ده اللي واضح من مستر رينيه فايلر، اللي دلوقتي في اللحظات اللي انا بكلمك فيها امير بيحاول ان هو يعمل ضربات ثابته وبيركز على التمركزات، سواء لخط الهجوم، خط الدفاع، شايفين رامي ربيعه متواجد، شايفين محمود متولي، قفشه كمان على الكروسات من ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، الراجل يعني بيحاول ان هو يكون في كرات الثابته يكون ليها تكتيك وشكل معين وتنفيذها في المباريات باختلاف الاماكن، يعني كل مكان بيكون ليه طريقه، كل زاويه بيكون ليها طريقه، وده شغل جديد، يعني شغل جديد بنشوفه مع مستر رينيه فايلر. الامور كلها الحمد لله امير مطمئنه. ازارو يا كريم، يعني لسه كنت اكد عليك باستثناء وليد ازارو، هو اللاعب الوحيد اللي هيكون خارج القائمه الخاصه بالمباراه نظرا طبعا للاصابه في الركبه، لكن بشكل رسمي ازارو بره المباراه، مش موجود النهارده خالص في التمرين، ويمكن اتاكدنا كمان من طبيب النادي الاهلي. يعني ازارو هيكون عقد ان شاء الله مباراه السوبر متواجد مع فريق النادي الاهلي. الاصابات قلت زي ما قلنا امير، يعني شايفين محمد محمود بيأدي تدريبات الكره، سعد سمير بيأدي تدريبات الكره، يعني نقدر نقول وليد ازارو وكريم نسبه ضخ اللاعبين طبعا المصابين، اللي ان شاء الله باذن الله يعودوا سريعا مع النادي الاهلي خلال الايام القادمه او المباريات القادمه. نقطه كمان مهمه زميلي امير، غدا هيكون تدريب النادي الاهلي هنا على استاد مختلف التنين، تجمع الفريق هيكون الساعه 2 ظهرا، التدريب هيكون 3 عصرا، يليه مباشره تدريب للاعبين اللي هيكونوا خارج القائمه. يمكن الراجل في المباراه الاولى مباراه كانو سبورت درب اللاعبين اللي خارج القائمه صباح يوم المباراه، لكن طبعا وجود النادي الاهلي يوم الخميس هنا في استاد مختلف التنين ومن بعدها الى الاسكندريه، فيكون التدريب غدا الاخير الساعه 3 عصرا، يليه تدريب للاعبين الغائبين عن مباراه الاهلي والزمالك. الحمد لله يعني كل الامور باذن الله في الاتجاه الصحيح للنادي الاهلي، ان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه. انا معاك يا امير ايضا لو فيها. طيب الاثر الايجابي اللي سابه كابتن محمود الخطيب بعد جلسه الامس، قول لي ردود الافعال ايه بالنسبه للاعبين؟ كالعادة أمين طبعا، يعني يمكن الكابتن محمود الخطيب بجانب ما هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يمكن أب لكل اللاعبين، وده اللي يمكن شايفينه، لفة كانت رائعة جدا قبل ما أكلمك على المردود، مؤمن فكرية وتواجده ودعمه ومساندته الكبيرة لمؤمن وحديثه كمان عن الفريق، كل اللعيبة بتعلم جدا وجود الكابتن محمود الخطيب في الملعب مختار، هي رسالة تحفيزية، ومكانها كابتن محمود بيكون بيتكلم مع اللاعبين، كلامه بيكون بسيط صادق الحدود، لكن كلامه كله تحفيز، وكل كلمة بيقولها كابتن محمود بتصل للاعبين، لأن يمكن كابتن محمود عارف
المرحله واهميه المرحله، وعارف اللعيبه لما بيكون الكلام جاي من قيمه كبيره زي كابتن محمود الخطيب بيتصل على محمل الجد وبيكون في تركيز كبير جدا، مردود كبير. اللعيبه يمكن اكدت لكابتن محمود ان مباراه السوبر ان شاء الله تكون بطوله داخل البلاد وبطولات النادي الاهلي. كمان الكلام اللي اتقال يعني قال لهم ابذلوا كل ما تطاقوا في هذه المباراه، افرحوا الجماهير، اسعدوا الجماهير، وده اللي يمكن اكد عليه اللعيبه الكبار عاشور وفتحي اكرامي الشناوي، قالوا بالفعل الكابتن محمود ان شاء الله باذن الله الكابتن محمود يكون عند حسن الظن ونسعد كل جمهور النادي الاهلي ليكون متواجد في مباراه الاهلي والزمالك، وان شاء الله يا امير كمان احنا بنتمنى ان لعبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا وتسعد كل الجمهور باذن الله. باذن الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الأهلي.